أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المرسلة سين ميم عين من المنطقة الشرقية تقول في أول أسئلتها: ما حكم الطواف بالشراب؟ طواف بالشراب للمرأة أحسن، لأنه يستر رجليها يستر قدميها. طواف بالشراب هذا أكمل، وإذا لم يكن عليها شراب فليكن عليها ثياب ضافية تستر رجليها عن الرجال. أما الرجل فلا يجوز له أن يطوف بالشراب، بل لا يجوز له أن المحرم لا يجوز له أن يلبس المخيطات، سواء كانت على مخيطة للبدن كلها أو مخيطة لبعض أعضاء البدن كالشراب والقفازين. فالرجل يتجرد من المخيطات ويلبس الإزار والرداء فقط.